أركتك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحياة أخبار تقنية جديدة، ومعكم عمار أبو كورة. وحلقة اليوم غنية بالتسريبات، يعني يبدو أنه بداية سنة 2020 شغلة بموضوع التقنية. خلينا نعرف سوا شو هي هالأخبار. وبداية مع شركة سامسونج اللي فيها الحصة الأكبر اليوم معانا، لأنه يبدو أنه داخلة بسنة 2020 ويعني رح تتحفنا بالابتكارات تبعها وبالأجهزة اللي حتطرحها. فأول خبر بيقول أنه شركة سامسونج وبشكل رسمي أعلنت عن شهر 2/11، شهر 2 حيتم إطلاق الـ S20. المؤتمر تبعها حيكون غالبا بأمريكا، حيتم إطلاق جهاز الـ S20 أو سلسلة الـ S20 بـ 11 فبراير. طبعا هذا الكلام إضافة إلى أنه في إشاعات كتير قوية بتقول أنه سامسونج بنفس المؤتمر حتطلق ثاني جهاز قابل للطي. طبعا شفنا أول جهاز وكان سعره فلكي، وهذا الشيء طبيعي لأي تكنولوجي جديد، بس ولكن لنشوف الجهاز الثاني كيف حيكون سعره، وشو الرينج السعري حيكون معه، وشو المواصفات اللي حتكون، هل يا ترى فعلا حيتم طرحه ولا لا. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كرمال بس يبلش المؤتمر ان شاء الله تعالى، بعد مباشرة نطلع بملخص كامل على المؤتمر واهم الامور اللي اجت بهذا المؤتمر. ومثل ما قلنا انه شركة سامسونج داخلة بقوة بسنة 2020، فمبارح اول مبارح اعلنت عن جهاز الـ S10 لايت والنوت 10 لايت. الجهازين بمواصفات أخف من الأجهزة الفعلية من أخواتهم الأكبر، بس ولكن يبدو أنه حيكونوا بفئة سعرية ممتازة جدا، ومواصفاتهم مثل ما أنا شايفينها قدامنا ما بيفرق كتير عن بعضها، حتى بالشكل ما بيفرقوا كتير عن بعضهم. وأخيرا بالنسبة لشركة سامسونج، فتقارير تؤكد أنه شركة سامسونج حتطرح التاب الجديد أو تاب جديد اللي هو تاب 6 اللي بيدعم الـ 5G خلال الربع الأول من 2020. أنا مني وعلي لحد اليوم ما حسيت أنه في حدا نجح بموضوع التابس إلا أبل. ما بعرف أنتوا شو رأيكم، ما بعرف شو كيف استخدامكم لل خلينا نقول للتابلت، بس ولكن أنا ضمن تجارب عملتها أو ضمن محاولة أني استخدم التاب كجهاز يكون يغنيني عن اللابتوب بي لما أكون برا البيت، حسيت أنه الأبل أو جهاز التابس تبع الأبل هو أكثر تاب فعلا يعتمد عليه. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ خبروني بصندوق التعليقات. أما بخبرنا الثاني فبنحكي عن نسبة المبيعات بالسنة الماضية. فتبعا لتقرير من سنتر بوينت للأبحاث، واللي هي خلينا نقول شركة أو موقع متخصص بأنه يطلع كميات المبيعات وبيعمل أبحاث وريسيرش على الأجهزة الإلكترونية بشكل عام وليس فقط الموبايلز، فبيقول أنه بالربع الثالث من 2019 أكثر جهاز كان مبيعا ومسيطر على السوق هو الآيفون XR. سبق سابقا لما نزل ايفون اكس ار قلت انه هو هذا يعني فعلا صفقه كتير مميزه، يعني في حد اي حدا حابب يدخل بمجال بعالم الايفون فهذا خلينا نقول المدخل للايفون، لانه فعلا كان جهاز سعره مناسب ومواصفاته جيده وفي كل الميزات تبع الايفون بالنهايه. فجهاز الايفون اكس ار بالربع الثالث من 2019 حاز على نسبه 3% من السوق، هذا يعتبر اعلى رقم. الغريب بالموضوع انه سامسونج ما كان في لها ولا جهاز رائد ضمن هالعشر اجهزه او ضمن هالفئه الرينج الدراسة هي اللي صارت، ولكن كان في لها أجهزة من الفئة المتوسطة، بحيث أنه الجهاز الـ A10 يلي يعتبر مواصفاته ضعيفة نوعا ما حصل على نسبة مبيعات 2.6%. يعني عم نحكي عن خلينا نقول مبيعات حلوة، بس ولكن جهاز ما بعرف ليش صار في عليه نسبة هالمبيعات هاي، يمكن لأنه سعره كان قليل نوعا ما مقارنة بباقي الأجهزة الثانية. أما بالنسبة لشركة هواوي، رغم كل الحصار اللي عم يصير عليها ورغم كل المشاكل، فظلت ضمن هاللائحة هاي بنسبة 1.1% من نسبة المبيعات السوقية لجهاز البي 30 برو. فيعني صراحة هواوي ترفع لها القبعة للنضال اللي عم تقوم فيه. وإذا بتلاحظوا هواوي بالفترة الأخيرة عم تحاول تعمل، ما عم تطرح أجهزة جديدة على قد ما أنه عم تحاول ترجع تعمل تصنيع تاني للأجهزة اللي موجود عندها، أو تضيف ميزات على الأجهزة اللي موجود عندها وتغير رقم فيها أو تغير حرف فيها، بحيث أنه هذا الجهاز هو فعلا تابع لجهاز تاني لهم، مثل ما شفنا بالبي 30 نزل منه ألوان جديدة ونزل منه بعض الميزات الجديدة. فيبدو أنه هواوي كمل على هالمنوال هاي لحتى تحسن تحل مشاكلها فعلا مع أمريكا. وبانتقال الخبر التالي، فتسريبات بتقول انه شركة ابل رح تطرح نسخة جديدة من جهاز الايباد برو ب 2020، يتوقع اما بالربع الاول او بالربع الثاني. اهم التحديثات اللي حتصير على هذا على الايباد بحد ذاته هي استخدام معالج الـ A13 اللي يعتبر من المعالجات القوية جدا، زائد تحديث لمنظومة الكاميرات اللي موجودة، الكاميرات الخلفية واضافة لها الـ 3D sensors كرمال موضوع الـ VR وهالقصص، يطور بموضوع الـ VR
ار، مثل ما شفنا ابل بالسنه الماضيه كانت كثير عم تشتغل على هذا الموضوع، فيبدو انه حتى اجهزه الايباد تبعها رح يحاولوا يطوروا فيها اكثر ليدخلوا فعلا بهذا المجال بشكل كثير قوي ويكونوا هن الرائدين بهذا الموضوع، لانه حد اليوم ما في ولا اي جهاز اندرويد شفنا بكفاءة أجهزة الآيفون لما كانت عم تشتغل على موضوع الـ AR Augmented Reality بشكل عام ضمن الكاميرا، بحيث أنك تدمج الواقع الافتراضي مع الواقع الحقيقي اللي بسموه الواقع المعزز. وبما أنه الحلقة كلها عبارة عن تسريبات، فالتسريبات القادمة لجوجل بتقول أنه جهاز البيكسل 4A حيكون شكله بهالشكل هذا، وحيحمل معالج إما 765 أو 735 سناب دراجون، اللي يعتبر معالجات ما هي القوية ولكن ما هي معالجات قوية، ضعيفة نوعا ما. كمان بالنسبة لموضوع الرامات حيكون في إما 4 أو 6، وهي هون منبلش انه يبدو انه جوجل بلشت تحس على حالها بموضوع الرامز، لانه سابقا كانت هي مشكلة اساسية باجهزة البكسل. كمان حجم الشاشة حيكون اما 5.7 او 5.8، لحد اليوم لسه ما بنعرف بالضبط، بس ولكن بلشت سلسلة التسريبات المعتادة قبل كل المؤتمرات، لما تحس انه بلشت تهدى الدنيا وما عاد حدا حكى عن اي شركة بتبلش تطلع التسريبات بشكل غريب بتوقيتات غريبة، بحيث انه يضل كل العالم عم تحكي ان كان عن سامسونج ولا ان كان عن ابل ولا ان كان عن جوجل. يعني عن جد شيء صار هو عبارة عن نوع من أنواع الدعاية لا أكثر ولا أقل. وبخبرنا الأخير بنحكي عن شركة ون بلس اللي حتنزل جهاز جديد أو حتنزل كونسبت، يعني جهاز هو عبارة عن كونسبت اسمه كونسبت ون، بفكرة جديدة وفكرة غريبة صراحة، واللي هي أنه تكون الكاميرات الخلفية مخفية وما بتظهر غير لما تكون بالتصوير، مثل ما عم نشوف الآلية قدامنا. الجلاس نفسه أو البلور نفسه اللي حيكون بيتغير لونه من أسود لشفاف لو بدك تصور، وبيرجع لأسود لو ما بدك تصور. ما بعرف شو الفكرة من إخفاء الكاميرا الخلفية، يعني إحنا اليوم كل الشركات عم تتنافس مين بده يخفي الكاميرا الأمامية بحيث أنه يضل في عنا سكرين كاملة. شو الفكرة بالضبط من هذا الفكر من هالنقطة هاي ما بعرف، بس ولكن حسيت انه حركة حلوة نوعا ما. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ كمان خبروني بصندوق التعليقات. طبعا هاد الجهاز حيتم الاعلان عنه بمؤتمر CES في 2020 يلي ببداية الشهر القادم، بخمسة فبراير ببلش، فان شاء الله تعالى كمان اي امور تقنية مهمة اللي حتظهر فيه كمان لحاول اعمل عنه فيديو او فيديوهين كرمال تعرفوا بالضبط شو اللي صار بهذا المؤتمر. فاشترك بالقناة وفعل زر الجرس كرمال يصلك الحلقة اول ما تنزل. كان معكم عمار ابو قورة، شوفكم بحلقة جديدة، سلامات.